من بين أهم لقاءاتها الدور 32 جمع بين تشكيلتين تتعارفان جيدا في الرابطة المحترفة الثانية شبيبة بجاية ونظيرتها سكيكديا. الشوط الأول كان جملة وتفصيلا لفائدة أصحاب الأرض شبيبة بجاية التي بحثت بكل الطرق الوصول لشباك قاسم، ولم يتسنى ذلك إلا عند الدقيقة 37 بإعلان الحكم بصيري ضربة جزاء إثر عرقلة في العمليات، وتمثل في التنفيذ بن عياش بنجاح معلنا فرحة الأنصار. وبعد ذلك تمكن أيضا خزري من إضافة الهدف الثاني للبجاوية في مرمى فريقه السابق، لينتهي الشوط بتفوق تام للجي اس ام بي. شبيبة سكيكدا وقبل نهاية اللقاء بأربع دقائق قلصت الفارق عن طريق البديل قاسمي هدفين لهدف واحد، نتيجة المباراة لصالح شبيبة بجاية وتأشيرة لتنشيطي الدور 16.